كثيراً ما يعاني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مشاكل في الأسنان قد تختلف في حدتها وطبيعتها عن مشاكل الأسنان المعتادة. وتلبية لما تحتاجه هذه الفئة من تدابير علاجية خاصة، استحدثت مصلحة أمراض وجراحة الفم بمستشفى ابن مسوس بالعاصمة قسماً مخصصاً لعلاج أسنان ذوي الهمم وخاصة الأطفال. secteurs à l'échelle nationale qui prennent en charge ce type de patients mais sous anesthésie générale. Mais حنا لقينا حل intermédiaire. هو la sédation consciente, le MEOPA. حل qui est disponible et à la portée de tout le monde. C'est vrai. C'est des besoins spécifiques. من حيث العلاج لابد لهم علاج وحدهم. والمشكل وين راه الطفل كيكون اوتيست ولا معوق ولا هانديكابي فيزيك ولا ما يقدرش يبروسي سنانه، ما يقدرش ينظف سنانه. التوتر والحركات اللا إرادية عند بعض المرضى حالة تستوجب من الأطباء استخدام تقنية التخدير الواعي، تقنية حديثة تعتمد على إبقاء المريض مستيقظا لكن دون الشعور بألم، ما يسمح للفريق الطبي بتقديم العلاج المناسب بشكل مريح. المريض يتنفس غاز من الاكسيد من الاكسجين والبروتوكسيد دازوت يعني اباريغال، وين المريض يترخى يسو ديتون يسو رولاش مي ريست كونسيون سادير لي ريفلكس لارينجي سون توجور كونسيرفي ما كاش بنج عام. احترام مواعيد زيارة طبيب الأسنان خطوة مهمة للعلاج، وهنا يبرز دور الأولياء في مساعدة الأطباء على تطبيق برنامج وقائي للطفل يعتمد على نوعية الأغذية التي يتناولها. في الدار ما نعطيولهاش تاكل السكريات، حاجه يابسه ثاني انترد عليها، كل ما تاكل حاجه يابسه توجع يوجعها اسنانها وتبروسي اسنانها، دونك هي اسنانها يتفتتوا تما ما نقدروش نبروسيهم لها طول طون تما مين دي فوا باش نقدم لها هذاك باش تبروسي اسنانها. وتبقى العنايه باسنان الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه منذ اليوم الاول للولاده وزياره طبيب الاسنان بانتظام اهم السبل للعلاج.